التكريمي ديالنا الحفل التكريمي الذي يكرم الفنان الراحل المبدع الكبير طيب الصديقي. اولا اعتقد بان من هذه سنة حميدة اننا نبداو نعملوا بحال هذه المهرجانات في مدينة كبيرة تعرف ازدحام السيارات وتعرف يعني ذلك القلق اليومي اللي كيعيش المواطن، فهذه كتخرجنا يعني من هذا الجو العام الى جو ارحب اللي هو عالم الثقافة وعالم الفن. هذا المهرجان ياتي في هذا الاطار، ولكن اعتقد بانه كيحمل اهميته كتزداد اهميته كذلك من خلال الاسم اللي كيحمل. من خلال هذه الدوره حملت اسم طيب صديقي، هذا الهرم المسرحي الكبير الذي لا يختلف فيه مغربيان او حتى يعني من خارج المغرب في كونه قد اعطى للمسرح المغربي والعربي ولما العالمي شيء الكثير. اسم طيب صديقي كما قلت في الكلمة ديالي بأن ليس هناك مغربي ليس فيه شيء من الطيب الصديقي. هذا الرجل احتفل بالمغاربة واحتفى بهم كذلك من خلال احتفائه بالمنتوج المغربي الأصيل، الحلقة البساط وكل أشكال الفرجوية اللامسرحية آنذاك، يعني اللي كانت ما يسمى بما قبل المسرح البريتياترال، احتفل به هذا الرجل. وانا اعتقد بانه جدير كذلك بهذه الالتفاته، هي التفاته جميله وكنتمنوا انها تكرر في مناسبه اخرى، وكنتمنوا كذلك منكم انتم كاعلام سواء اعلام ديال القرب او الاعلام الرسمي كذلك انه يحتفي بهذا الاسم لانه اسم لا يجب ان يندثر من الذاكره المغربيه. مرحوم طيب صديقي فنان وإنسان وهرم من أهرامات المسرح المغربي اللي أنار مجموعة من المسارح سواء على المستوى الوطني أو العربي أو الدولي. فمرحوم السي طيب صديقي أعطى الشيء الكثير لهذه البلاد على مستوى الكتابة، على مستوى الإخراج، على مستوى التشكيل، على مستوى السينما، على مستوى الثقافة الإبداعية عامة. أنه كان فنان شامل وإنسان اللي أعطى لهذه البلاد الشيء الكثير على مجموعة من الإبداعات، لأنه كان متعدد المواهب. فإنسان اللي كان تيلعب دور مهم في الثقافة المغربية وفي الدبلوماسية الثقافية المغربية على الصعيد العربي والدولي.